اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده الحقيقه وكالعاده هنعمل احتفاليه، ولكن احتفاليه بسيطه جدا جدا لهؤلاء النجوم اللي يستحقوا اكتر من كده بكتير جدا جدا جدا. الحقيقه نجوم جم من الكونغو برازافيل. احنا النهارده وانا بتكلم معاهم قلت لهم انا رحت الكونغو سنه 2005، فكانت الامور مختلفه تماما عن دلوقتي. هنعرف منهم كل حاجه، وهنعرف منهم كيف استطاعوا ان يفوزوا بهذه البطوله اللي كانت بعيده عن النادي الاهلي خلال الفترات السابقه، وكيف استطاع هؤلاء النجوم ان هم يرجعوا بهذه الكاس الغاليه والحقيقه البطوله الافريقيه السادسه. خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار اللي هيستحقوا الحقيقه من حضراتكم النهارده. عايز كل الناس تقعد تتفرج على هذا الثلاثي الرائع الحقيقه اللي بيمثلوا فريق النادي الاهلي لكره اليد وفوزهم بالبطوله الافريقيه للمره السادسه. كابتن محمد ابراهيم، ازيك يا ابو الكبات؟ ازي حضرتك كابتن محمد؟ اكبرهم ده عندك كام سنه؟ 31. 31 قد يعني؟ يا قريب شويه عشان بس ما نبقاش. وجده محمود عبد العزيز. جده، ازيك يا جده؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا عرفت انت حكيت لي وقلت لي ليه سموك جده. هنرحب الاول بمحمد مجدي وبعد كده نرجع لك نسالك. ازيك يا مجدي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله. الشباب بس دول يا جماعه لو وقفوا والله بجد انا مش بهزر. سمير، هو ينفع حد يقف؟ ينفع ولا مش دلوقتي؟ خليها بعدين. مش دلوقتي، عشان لو وقفوا احنا بالنسبه لهم هنبقى في حته ثانيه. الاول قول لي يا محمود، انت ايه موضوع جده ده؟ انت حكيت لي قصه، احكيها للجمهور بقى. في الاول اصلا بدايتي كانت في المقاولين العرب، فكنت ساعتها كان محمد ناجي جده بطوله افريقيا. كل ما ينزل يجيب جول، كل ما ينزل يجيب جول. فانا كنت بحبه جدا، فلدرجه ان انا كنت بنزل التمرين بالتيشيرت بتاعه. وبعد كده خدت، لما جينا نختار ارقام اخترت رقم 15. وبعد كده لما كنا بنلعب ماتشات في اخر مثلا دقايق وكده بجيب جون الاخير، فتلعب بقى الاسم لزق بقى على طول. خلاص بقى جده من انت بتحب ناجي جده يعني؟ أوي. صح. طب ما تحاولوا تجيبوا لنا ناجي جده كده يا جماعه الهوا. طيب كابتن محمد، يعني برضو بطولة صعبة جدا، على الرغم من ان انتوا الحمد لله الفوارق واضحة يعني حتى في النتائج وكل شيء، ولكن انا لما حد بيجي يقول لي كده بقول له لانه فريق النادي الاهلي الفرق بينه وبين اللي بعده كبير جدا حتى مع اي حد دلوقتي، خصوصا بعد السنتين اللي فاتوا. هي دي حقيقة. يعني هو حتى كان ناس كتير بتتكلم عن سهولة المنافسين في البطولة بالزبط. بس احنا ما كناش بنبص للموضوع كده خالص. يعني احنا كنا رايحين الجهاز الفني واحنا كلاعيبة كنا متكلمين مع بعض ان احنا اي منافس هيكون قدامنا احنا هنلعب بنفس اللعب بتاعنا ونفس الريتم بتاعنا ايا كان هو مين. بننزل ندي كل فرقه احترامها في الاول طبعا، وبنلعب جامد ونفس لعبنا، وايا كان المنافس اللي كان هيجي قدامنا كنا قادرين ان احنا ان شاء الله نتغلب عليه، يعني سواء منافس ضعيف او منافس قوي. فهي دي كانت ناس كتير بتتكلم عليها. كان صعوبه بس الموضوع ممكن شويه في الإقامة التغذية، بس ده طبيعي ان احنا بنتعايش عليه طبعا اول ما نروح. فالموضوع كان في بالظبط، الجو كان حاجة صعبة برضو جدا. كنت سامع اعتقد كابتن محمد كابتن محمد ابراهيم اللي هو المدرب العام يعني كان بيتكلم ان الصالة ما فيهاش هواء. ما فيهاش خالص. لا التهوية ما كانش فيه خالص. صعب. الجو كان رطوبة عالية والجو كان حر جدا. بس هو انت طبعا انت اي بطولة بتلعب فيها وكفريق بطل لازم بتلعب قدام كل الظروف اللي بتبقى قدامك يعني. فقدرنا ان احنا نعمل كده والحمد لله، وكنا بنكسب مكسب كويس كل ماتش لحد المباراه النهائيه يعني الحمد لله. جدو، لو سالتكم عن او سالتك عن مشوار البطوله، مشوار طويل جدا جدا في 10 ايام، ولكن هو بالنسبه لكم مشوار طويل لانه كان صعب. ازاي الاداره الفنيه المدير الفني استطاع ان هو يجدد معاكم الدوافع، خصوصا تقريبا احنا خدنا كل حاجه السنه اللي فاتت بسنا اخر بطوله خسرناها يعني؟ هو البدايه بدات من ان احنا اصلا نجهز للبطوله، ان احنا البري سيزون وفتره الاعداد بتاعتنا، وان احنا يعني حاطين التارجت ان شاء الله السنه دي ان مفيش بطوله تقع مننا، ونكمل على المشوار اللي احنا بداناه من السنه اللي فاتت اللي هو كان انجاز كبير في الفريق ان احنا قدرنا نحصل على كل البطولات. هو في الاول يعني احنا بدانا ان احنا مركزين في كل حاجه في ادق التفاصيل، حتى ان احنا ما يقعش مننا نسبه ماسلز عضلات اي حاجه، التغذيه كل حاجه بصراحه كانت ماشيه كويس جدا. هو الصعب بس كان الاجواء، يعني الجو الحر والاقامه نفس حاجات كتيره الحقيقه. بالظبط كده. لكن هو بصراحه كان الدوافع بتاعتنا كلها ان احنا نكمل على نفس الريتم، وكمان عشان الجمهور وعشان النادي. محمد مجدي برضو كان معانا فرقتين في المجموعه الحقيقه، رجعنا قابلناهم تاني في النصف النهائي والنهائي.
اعتقد ده يدل على ان احنا كنا في مجموعه قويه الحقيقه، مش مجموعه بسيطه زي ما بيتقال. من وجهه نظرك ايه اللحظات الاصعب، وامتى كنت حاسس ان احنا هناخد هذه البطوله؟ هل من اول يوم حاسين ان احنا هناخد هذه البطوله؟ طبعا احنا رايحين الناس كلها، حتى انت في فرق خايفه تيجي تقابلك، يعني انت في فرق خايفه تيجي تقابلك، عارف الاهلي رايح فول تيم وانت السنه اللي فاتت واخد كل البطولات تقريبا، عامل بري سيزون حلو، رايح خسران من برشلونه بنجومها كلها 4 في الفاينل في بطوله. ده احنا رجعنا كمان الماتش ده كنا زعينه على الهوا هنا. طبعا كان ماتش كويس قوي، احنا اتخطفنا الشوط الاولاني بس رجعنا الشوط الثاني وقضينا. فانت رايح عارف اللي انت عايز ايه، فاحنا من الاول عارفين احنا رايحين ان شاء الله نرجع بالبطوله، ان شاء الله النادي غايب عنه كتير، لا لازم نرجعها، لازم نرجعها للجماهير، النادي واثق فينا مطلعنا، فكان لازم نكسبها والحمد لله ربنا كرمنا من اول ماتش. واحنا عارفين ان احنا المجموعه بتاعتنا صعبه، معانا فرق تقيله، عارفين ان احنا الفرقه دي هتقابلها تاني في النص النهائي، فكان لازم نكسبها من الاول جامد عشان تبقى عارفه وهي نازله لك تاني في الفاينل او السيمي فاينل، تبقى عارفه انت هي بتلعب مين، تبقى نازله اللي هي كده كده مستسلمه، اول ما تفرق عنها خلاص ترمي فوطه. والحمد لله ربنا كرمنا وده حصل، قابلنا السيمي فاينل والفاينل، قابلناهم في المجموعه وكسبناهم فرق كبير الحمد لله، وربنا كرمنا في السيمي فاينل والفاينل. طيب هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن هؤلاء الكوماندوز، هؤلاء النجوم، وكيفيه الفوز بهذه او طريقهم الى الفوز بهذه البطوله في بطوله ابطال افريقيا. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طيب كابتن محمد، برضو في ظل هذه الظروف الصعبه هناك في الكونغو الحقيقه، وفي ظل الفرق اللي هي برضو مش اقوى حاجه، ولكن في النهايه قدر النادي الاهلي ان هو يعمل فروقات كبيره جدا جدا. رجعنا بالسلامه الحمد لله، كسبنا هذه البطوله. اللي قادم ايه من دلوقتي بقى لغايه السوبر جلوب اللي هيتلعب في الدمام؟ احنا كان عندنا ماتش في الدوري اصلا النهارده. يعني احنا كان عندنا ماتش مع الترسانه كسبناه الحمد لله. المفروض عندنا ماتشات في الدوري برضو الفتره الجايه 3 ماتشات، وبعد كده يبقى في فتره توقف دولي، وبعد كده ان شاء الله هنسافر السوبر جلوب في السعوديه. فهي الفتره الجايه دي واخدينها طبعا، والدوري ده الاساس برضو بتاعنا هنا، فاحنا ماشيين فيه خطوه خطوه الحمد لله بشكل كويس. وفي نفس الوقت هيبقى اعداد كويس برضو لينا ان احنا نروح للسوبر جلوب، عشان احنا السوبر جلوب احنا حضرتك عارف النادي الاهلي مش بيشارك في اي بطوله لمجرد ان هي مشاركه شرفيه. يعني الاهلي اي بطوله بيشارك فيها بيكون بيلعب على البطوله، يعني او على الاقل في السوبر جلوب ده حاجه ممكن تلعب على ميداليه. احنا السنه اللي فاتت عملنا انجاز ودخلنا المربع، خدنا رابع، مع كسبنا بنفيكا فرقه اوروبيه، اول مره اصلا فرقه افريقيه تكسب فرقه اوروبيه. السنه دي معانا برشلونه في المجموعه والنور السعودي، النور برضو فرقه كبيره في السعوديه، وبرشلونه طبعا لو النور عاملين تدعيمات طبعا برشلونه لكن النور عاملين تدعيمات قويه جدا. النور عامل تدعيمات وبرشلونه يعتبر حاليا اقوى فريق في العالم. بس صحيح. احنا بنروح احنا بناخد كل ماتش بماتشه، يعني ان شاء الله ما فيش اي حاجه بعيده، يعني ان شاء الله. فهي الفتره اللي جايه دي ان شاء الله احنا واخدين اعداد كويس يعني لينا في السوبر جلوب. جدو السنه اللي فاتت احنا كسبانين تقريبا كل البطولات، يعني ده وده دايما السؤال اللي بساله لكل الفرق اللي بتيجي نحتفل معاها، سواء كوره سله طايره كله، ما هو انت بتاخد تقريبا كل البطولات وكل حاجه. السنه اللي فاتت خدت كل حاجه في الهاندبول باستثناء بطوله، لكن ما بيحصلكش تشبع انت بقى، انتوا كلاعيبه صغيرين لسه ما بيحصلكوش تشبع؟ بتحسوا بايه جايين من انديه ثانيه، بتحسوا بايه؟ بالنسبه ان انا اصغر يعني تقريبا واحد في الفريق، فانا بحس ان انا لسه ببدا، يعني لسه نفسي يعني مثلا نفسي اعمل انجاز او اعمل تاريخ مثلا زي الناس الكبيره اللي عملت تاريخ، زي مثلا كابتن ابراهيم مصري. يعني نفسي ابقى اعمل زي ما هم عملوا ويبقى اسمي مثلا ايه يتقال اسمي في النادي الاهلي. وبحس ان الموضوع بيكون اصعب على فكره، ان انت تكون واخد حاجات كتير قوي وتبقى اللي هي شخصيه البطل اللي هي بتاعت النادي الاهلي، ان انت تحافظ بقى على الريتم ده، وبدل مثلا وقعت منك بطوله انت ما يقعش منك بطولات خالص. تفضل ماشي على نفس الخطه كده ثابته، بالعكس انت بترتفع يعني ما بتقعش. اتعلمت ان انت دايما تبقى عايز اكسب كل البطولات. ده طبع النادي الاهلي. اللي هو خلاص انت طالما موجود فانت ما عندكش حاجه اسمها خساره، انت هو الفوز يا اما الفوز. يعني الموضوع بيبقى نازل قدامك ان انت مش بتدور ان انت مثلا الماتش صعب فانا احتمال اخسر، لا هو الماتش صعب فانا هكسبه ازاي باسرع طريقه ممكنه. محمد مجدي برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد شايفها في الفرقه، انا متابع جيد لكره اليد يعني بعيدا عن كره القدم، يعني انا طول عمري انا من ايام كابتن احمد بلال وكابتن عمرو الجيوشي الاولمبي، يعني كابتن عمرو الجيوشي وكابتن شريف، مجموعه كبيره جدا من الاسماء، وكابتن خالد حسن، واسماء كبيره جدا طبعا اكيد فاكرينها، يعني دول كانوا من اجمد نجوم العالم كمان، مش مصر بس.
فانا متابع جيد لكره القدم وبشوف انه لكره اليد التوليفه اللي معموله ما بين الشباب والكبار اللي موجودين اعتقد دي ودتنا في حته تانية، خصوصا بعد يعني احنا السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها كانت الامور صعبه جدا بالنسبه لنا، السنه اللي فاتت الحمد لله السنه دي البدايه جيده. طبعا انت بتبني فرقه، يعني انت ما شاء الله اعمار في النادي دلوقتي 7 98 3 4 2000 2002، فالاعمار واكبر واحد كابتن مصري بس، يعني ما فيش حد كبير كابتن مصري بس ومش كبير كابتن يعني. ابراهيم بس فانا شايفها بصراحه حاله حلوه جدا، انت تبقى الفرقه بتكسب واعمارها صغيره لقدام، يعني انت كده ما شاء الله يعني لقدام النادي الاهلي قدام 4 5 6 سنين انت مستحوذ على كل لعيب صغير عندك تقريبا كويس في مركزه، يعني انت كل مركز شايف الفتره المستقبل القريب للنادي الاهلي مستقبل جيد. طبعا طبعا انت الهاندبول بالذات احنا دلوقتي عندنا يعني كل المنتخب اللي بيطلع، انت عندك 7 98 بمنتخب مصر 98 4 2000 4 منتخب 2000 2002 منتخب 2002 ده بيبقى في منتخبات كل الفرقه بتبقى فاضيه طبعا بيمرن نفسه. انت الفتره الجايه عندنا اللي هو عندنا التجميع بتاعت المنتخب، عندنا ماتشات في المانيا، فاعتقد الفرقه هتبقى فاضيه، يعني احنا لسه كنا بنتكلم فيها هتلاقي 2004 اللي بتتمرن معانا معظم الفرقه هتطلع مع المنتخب، لسه ما حدش يعرف مين اللي رايح مين اللي قاعد، بس طبعا لازم النادي الاهلي بيشارك بمعظم اللعيبه يعني هتروح ان شاء الله. يعني محمد ابراهيم برضو مجلس اداره النادي الاهلي ودوره معاكم، كابتن خالد العوضي ودوره في النشاط الرياضي، كابتن ياسر لبيب ودوره كرئيس للجهاز، اعتقد يعني كابتن خطيب طبعا ومجلس الاداره يعني بيحطوا السياسه العامه، كابتن خالد بينفذها من خلال وجود كابتن ياسر لبيب، اعتقد المجموعه الاداريه واضحة جدا النجاح على الفرقة، بمعنى ان احنا بنشوف زي ما حضراتكم بتتكلموا الاجيال دايما بتبقى جاية ورا بعض، وانت واحد من الناس اللي يعني يعتبروا اللي بقالهم فترة طويلة في النادي. هو طبعا يعني احب اشكر مجلس الادارة طبعا على دعمه المستمر لينا، وهي دي سمة النادي الاهلي ان هو على طول رقم واحد، وسمة النادي الاهلي ان اي مجلس ادارة هو بيجي بيبني على شغل مجلس الادارة اللي قبليه، يعني دي حاجة طبعا مش موجودة غير في النادي الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره من ساعه ما جه ومعاملين نجاحات كبيره قوي بالذات في قطاع الصالات، وطبعا مقدمين دعم كبير لينا. كابتن خالد العوضي طبعا من ساعه ما مسك مدير نشاط رياضي عامل شغل كبير جدا، كابتن ياسر لبيب نفس الكلام، وهم دايما مش سايبيننا بصراحه، وعلى طول يعني الناس بتيجي بتتكلم معانا وان هم واقفين معانا وفي ظهرنا، فدي حاجة طبعا كويسة جدا. يعني محتاج منهم ايه برضو يا محمد لو انت حابب تتكلم، انا تحديدا انت عشان انت الكبير يعني، مش انت لكن انا اتكلم الفرقة كفريق. محتاجين ايه لو عايزين تقولوا حاجة ان انتم محتاجينها؟ يعني انا كنت بسمع من كابتن خالد ان هناك كل الادوات، يعني في ادوات جاية جديدة، الفريق الهاندبول انا مش قادر اوصفها بالظبط، ولكن فريق الهاندبول ادوات حديثة جاية من بره يمكن في الجمرك وهتخش اليومين اللي جايين دي، انه هتطور من مستوى الفرقه بشكل كبير جدا. هي دي حقيقه، ودي حاجات كان مستر ديفيد والدكتور عمرو يوري هم كانوا طالبينها، ومجلس الاداره طبعا وفرها، هي الفكره اللي هي واقفه فعلا في الجمارك دلوقتي. بس هو احنا اي حاجه بنطلبها وبنقدم بها طلب بيتوافق عليها، وكمان ومستر ديفيد كمان هم مدينه صلاحيات ان هو يختار الحاجات اللي هو عايزها ويتكلم في اي حاجه هو عايزها، بقولك ويجيبها له كمان. ما هي الاهم ان انا اختار حاجه تتناسب مع فرقتي وتتناسب مع الاعمار وتتناسب مع كل حاجه، وفي نفس الوقت تطور من الفرقه بالظبط كده بجيبها. دي حقيقه، فدي حاجه كويسه طبعا ان هم اي حاجه احنا بنطلبها هم بيعملوها لنا، فده حاجه يعني مش بعيد عن النادي الاهلي، يعني ده العادي يعني بتاع النادي. جدو هسالك سؤال برضو، الكيمياء اللي موجوده بينكم وبين ديفيد دي، يعني انا شايف كل اللقطات اللي بيها انت هتقعد تضحكوا وتهزروا تمام، واضح ان في كيمياء بينكم وبينه. يعني زي ما حضرتك قلت من شويه، الاعمار كمان والكيمياء، وانت لو دخلت ما بين الفريق فمش هتحس موضوع الاعمار ده، يعني كلنا مع بعض، يعني زي ما بيقولوا كده كلنا طوال مع بعض كلنا يعني مفيش حد حاطط مثلا اللي هي مساحه الامر، اكيد في احترام بين الكبير والصغير طبعا، بس اللي هو يعني كله محتضن بعضه في يعني توليفه كده مع بعض، وكابتن يعني مستر ديفيد برضو يعني داخل معانا في الموضوع ده اللي هو يعني على طول برضو يعني هو لعيب كبير برضو خلي بالك هو هو خد احسن مدرب في العالم قبل كده، وهو طبعا ليه اسم كبير قوي في روما. يعني
هو دايما معانا بصراحه، يعني اذا كان في شغل الجد فهو سيريوس يعني جد، بس في اي وقت تاني هو يعني زي زينا او بيهزر وبيضحك. بيقدر يا محمد يا مجدي يفصل ما بين الهزار والضحك والتمرين الجد، وامتى يزعق وامتى بيقدر يفصل عن الحاجات؟ طبعا بيقدر. انا احكي لك موقف مجع في ماتش نسيت فيه التيشيرت بتاعي، جبت تيشيرت تاني فالمهم راح قال لي ماشي ماشي، وبعد كده ما لعبنيش الماتش ده خالص حتى اليوم اللي بعده كان عندي جيش، انا في الجيش دلوقتي فمن انا ما بخش بروح بكلمه، فانا روحت وفضل معادني كتير، ففضل معادني هناك كتير عشان النادي ما اتكلمش. فالمهم بعد ما خلصت ثاني يوم روحت النادي فبقول له اللي حصل، بيقول لي اللي حصل وبتاع، قلت له 1-2-3، قال لي دي غلطه منك، اللي بيحصل في الملعب 20-40 بيفضل في الملعب، بره الملعب حاجه يعني مالكش دعوه باللي بيحصل جوه الملعب، فاي حاجه تحصل تكلمني. فهو بيفصل بين الملعب وبره الملعب جدا يعني. يعني هو كان زعلان منك ان انت ما جبتش التيشيرت فقعدك ما لعبكش، فانت افتكرته بقى لسه زعلان منك فما رضيتش تكلمه. ما رضيتش اكلمه في موضوع الجيش ده بالظبط صح؟ راح قال لي دي واحده غلطه تاني اللي انت ما كلمتنيش. الغلطه هنا ان انت ما كلمتنيش. استطيع انه يعني بيعرف يفصل ما بين الجد والهزار مثلا. مدرب كبير يعني، ده اللي نقدر نقول عليه يعني، محدش يعرف يتكلم عليه. مدرب من اكبر احسن مدربين في اوروبا، بيعرف يفصل في جد بين الملعب وبره الملعب. دخل الملعب جد ساعتين تتمرن بجد، بتموت فيهم، بتطلع كل اللي عندك. بره الملعب هزار، تاكل احنا كل مع بعض، كلنا نقعد مع بعض، كلنا نتكلم، نلعب تيم بيلدينج، كل حاجه. فلا هو بيعرف يفصل، بيعرف يفصل كويس قوي كمان. طيب بما اننا بنتكلم عن ديفيد ديفيس، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير لاعبا ومدربا كبيرا ديفيد ديفيس. احنا بنضحك على حاجه احنا الاربعه، بس مش هقول ايه هي طبعا، احنا بنضحك عليه. كل ما هشوفوها قلت لهم كل ما هتشوفوها هتفتكروني وتضحكوا. طيب فكره بقى ان انت تاخد البطوله الافريقيه وفي نفس اليوم او ثاني يوم، انتوا جيتوا امبارح صح؟ النهارده لعبتوا بطوله، في مباراه في البطوله المحليه. اعتقد ان دي فكره صعبه برضو، مش سهله ان انت تقدر تفصل وجايب الكونغو وحر والدنيا صعبه جدا ل ل ل يعني في الكوره يعني بتبقى صعبه جدا. ما اعرفش في الهاندبول يعني، انا لو جيت امبارح ما اقدرش العب النهارده. هو الموضوع كان صعب خصوصا ان انت واخد البطوله فهي دي محتاجه كمان تجديد دوافع، وطبيعي اي فرقه بعد اي بطوله الكيرف ممكن ينزل شويه او كده، بس هو ما فيش مجال ان ده يحصل. احنا بنرجع بنلعب على طول في الدوري وعندنا بطولات ثانيه، فده حاجه مهمه ان احنا تجديد الدوافع ده حاجه مهمه جدا. لازم نفصل يعني، خلاص انت عامل اكنك لعيب محترف، خلصت بطوله فرحت في اليوم، تاني يوم انت خلاص بتقفلها وبتفكر في البطوله الثانيه. معنويا لكن بدنيا بالظبط، بدنيا الموضوع فعلا كان صعب شويه، خصوصا السفر احنا حوالي 16 ساعه وراجعين امبارح الصبح تقريبا. بس هو خلاص انت مضطر ان انت تفصل يعني، مضطر ان انت تعمل استشفاء في اليوم الراحه بتاعك ان انت تيجي جاهز للمباراه، وده اللي حصل يعني. او حتى الحمل بتاعنا في الماتش بيتوزع علينا كويس يعني، كل لعبه يعني بتشارك كل لعبه بياخد وقت في الماتش، ما بيلعبش 60 دقيقه لوحده مثلا او كده. فدي حاجه بتساعدنا برضو في موضوع الاستشفاء ده كويس يعني. احنا بنحتفل يعني او مبسوطين ان احنا كسبنا 8 مباريات والعلامه الكامله. اعتقد دي برضو حاجه مهمه جدا ان انت تبقى دايما بتكسب في الدوري، عشان هو بيجي وقت كده بتبقى الدنيا مزنوقه قوي صح؟ صح. يعني بتفكروا في الامور دي ازاي برضو يا جد، وانتوا يعني 8 ماتشات ب 24 نقطه او ب 3 نقاط في الهاندبول صح؟ 24 نقطه حاجه برضو مهمه جدا. نفس الفكره اللي احنا اصلا ماشيين بيها، اللي هو انت بتنزل كل الماتش بتعمل طبعا حساب للفريق اللي قدامك، و يعني بتلعب ان انت نازل الماتش الفرقه دي، وانت مش نازل تكسب بس، لا انت نازل تعرف الناس ان انت البطل الوحيد اللي في مصر. ان يعني ما ينفعش انا ابقى انا رايح اكسب افريقيا واجي انا ابقى في مصر مثلا ما اخدش دوري يعني. لا انا هنا بطل مصر الاول وبطل افريقيا، وده طبعا اللي متعودين عليه في النادي الاهلي. اللي هو انا بلعب كل ماتش بماتشه، بركز في كل ماتش بماتشه، اذا كان تحضيره بالفيديوهات بكل حاجه، وبنزل اللي هو بدمر الفرق اللي قدامي. اللي انا بدل ما اكسب مثلا واحد بيلعب انا اكسب فرقه 10، ابقى مرتاح وابقى ليا اسمي طبعا اللي هو الاسم الكبير بتاع النادي الاهلي. تحضير الماتشات ازاي يا مجدي؟ يعني بتشوفوا بتعمل ايه في التحضير الماتشات؟ ما هو برضه الهاندبول الناس ما بتبقاش عارفه، انتوا بتحضروا ازاي؟ يعني هو بيتكلم هنا جده بيتكلم على الفيديو بيتكلم على كذا، احكي لنا التحضير بيبقى لاي مباراه عموما يعني بيبقى عامل ازاي؟ هو كابتن ديفيد من النوع اللي بيقطع الفرقه اللي قدامك، بيقول لك اللعيب ده بيعمل ايه؟ مهما كانت
مهما كانت اي فرقه. احنا 8 ماتشات 8 مقطع، كل لعيب بيعمل ايه؟ يقول لك ده يعدي مثلا على يمينك، ده يعدي على شمالك، ده بيشوط، ده تطلع تقابله، ده تقف تحت، بيقطع بمعنى الكلمه. انت بتبقى نازل حافظ، تنزل التمرين بيعمل التكتيك بتاع الفرقه اللي قدامك، المفروض هو مثلا بيعمل كذا، انت بتعمله في التمرين قصاد اللي بيلعب. يعني لعب الترسانه النهارده، هو قبلها يعني ممكن ما كانش فيه وقت. لا عمل النهارده، جابنا بدري وهناك وجاب البروجيكتور وعمل فيديو قال لنا ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وتطلع تعمل ايه. فلا هو من النوع اللي بيقطع وبيحفظ اللعيب اللي بينزل، هو دورك ايه ومفروض انت تعمل ايه. التناسق بقى ما بين الجهاز الفني، يعني كابتن ديفيد او مستر ديفيد ديفيز وكابتن محمد ابراهيم وبقيه الجهاز، اعتقد كل واحد بيبقى ليه دور يا كابتن محمد. اكيد طبعا، هي اي نجاح بيبقى عباره عن منظومه كل واحد ليه دور فيها، وهي عشان كده احنا الحمد لله احنا ناجحين الفتره اللي فاتت. مستر ديفيد مستر فينيو مدرب الحراس، انا المدرب بتاع المباشر بقى يعني، فكابتن محمد ابراهيم المساعد، الدكتور عمرو يوري مدير الفريق، كابتن هاني الاداري، كابتن ابو زيد، يعني كل حاجه، حتى المدلك معانا عبد الله، يعني كل واحد ليه دور في الفرقه، في ترابط بين الجهاز الفني والاداري والطبي، فهي عباره عن منظومه كل واحد ليه دور بيقوم بالدور بتاعه على اكمل وجه. وده في الاخر بيثمر على النجاح يعني، وان احنا الحمد لله يعني رقم واحد يعني، فده نتاج عمل كبير وعمل ضخم يعني ومجهود كبير بيتبذل من الجهاز. جت علينا فتره كنا زعلانين من فريق اليد، تفتكر انت الفتره دي من سنتين اعتقد، وكان ما قبلها شويه يعني. مش هاجي لكم في الاسئله اللي هاجي له. الفتره دي عدتوها ازاي؟ هي فترة صعبة يعني، أنا كنتش موجود في النادي في الوقت ده، بس أنا طبعا بحكم أن أنا مشجع وأنا صغير للنادي، في النادي. أنا مشجع كمان من زمان للنادي، فأنا بالنسبة لي يعني كنت متابع طبعا الفرقة حتى وأنا مش موجود وكده. فهي كانت فترة، كانت مرحلة بناء وتجديد دماء للفريق، في لعيبة كتير مشيت وبطلت، في جيل جديد طلع، طبعا الجيل الجديد ده ابتدى ياخد شويه شويه وقت خبرات لحد ما يقف على رجله، لحد ما نضج شويه. فطبعا هي الفتره، اي فتره بيبقى فيها فتره بناء وتجديد دماء طبيعي بيحصل فيها دروب. وفي وسط الدروب ده الاهلي برده كان بياخد بطولات، كان بياخد مثلا بطوله افريقيا، كان بياخد سوبر افريقي، ياخد كاس مصر، فما كانش فيه يعني في السنه تقريبا الاهلي ما خدش فيها حتى بطوله واحده. لحد ما انت وصلت المرحله من اول الموسم اللي فات انت استحوذت على معظم البطولات، فهي كانت مرحله بناء وهي مشيت واحده واحده، والحمد لله النتاج بتاعها ظهر يعني من اول الموسم اللي الحمد فات. الحمد لله. جده برضو الـ 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 البطولات الكتير اللي بياخدها النادي الاهلي لازم دايما تبقى في منافسه، من يعني الزمالك بينافس، اعتقد سبورتنج، اعتقد سموحه، اعتقد الجيش برضو بيبقى الفتره دي جيد. في انديه او اصعب الماتشات اللي بتلاقوها هي دي الانديه، ولا في كمان اصعب من كده؟ لا، في مثلا البنك، هو كل الانديه بالنسبه لنا يعني الدوري مش سهل، عشان نبقى بس عارفين يعني الفرق كلها بتبقى جايه، هو كده اي فرقه بتنزل تشوف النادي الاهلي هي عكس انها بتبقى عامله حساب، هي كده عامله حساب للنادي، بس هي بتبقى نازل كل لعيب نازل عاوز يموت نفسه قدام النادي الاهلي. بنشوف مثلا الفرقه دي نتفرج عليها في ماتش ثاني قدامنا مش هي خالص، مش هي خالص، بيحصل في كل حته، تلاقي طالما شاف الاهلي فهو ايه نازل بيموت نفسه قدامك. فهو اصعب الماتشات يعني الفرق زي ما حضرتك قلت كده، الفرق دي وفي كمان البنك الاهلي، وطبعا ماتش الزمالك ده حاجه ثانيه يعني. بتقابلوا الزمالك 6-7 مرات اعتقد في صح؟ تقريبا في الموسم 6-7 مرات، دوري كاس سوبر، دوري 2 كاس 2 سوبر مره، او فادي 5 ومثلا لو بطوله افريقيه 6 لو كذا يبقى 7، بتبقى 6-7 ماتشات كتيره جدا برضه، لان هو اعتقد ان الزمالك هو اقرب المنافسين مش كده؟ طيب المنافسه بقى محمد ما بين اللعيبه بينكم وبين بعض بتبقى عامله ازاي؟ ما هو ما تقوليش اصله ايه، احنا مش في المدينه الفاضله يعني، معلش كده نتكلم. بتبقى الدنيا عامله ازاي؟ لا والله مش عداوه برضه يعني، انا طبعا دي منافسه رياضيه يعني، انا مثلا ممكن يبقى يعني اللي ساكن جنبي بالظبط المركز بتاعي فيصل، يعني ساكن جنبي بالظبط وكنا مع بعض في نادي اكتوبر واحنا صغيرين. فلا يعني مش المنافسه اللي هو انت بتعمل اللي عليك وبتتمرن جد والديفز هو اللي بيختار، اعتقد ان كله بيلعب في الهاند بول تحديدا. واحنا عندنا روتيشن كمان يعني، انت ما ينفعش مفيش لعيب هيشيل ال 60 دقيقه، وبالذات احنا كمان بنلعب بسيستم ما بنقفش. يعني انت 60 دقيقه بتجري مفيش وقوف يعني، احنا ديفيز في ماتش اخر 5 ثواني، فاحنا في الهاند بول بالذات
لما بيبقى فجاه 5 6 بنسيب الكره وبنسلم على بعض اللعيبه كلها وبتاع. ديفيز خصم لنا فيها اللي حسبنا الكره وما كملناش اخر 5 ثواني دول. فاحنا طول الماتش بنجري فما فيش لعيب هيشيل ال 60 دقيقه يعني قليل قوي. فهو في روتيشن كده كده وكله بيلعب كله بياخد فرصته بس اللي بيمسك فيها بقى هو اللي هيكمل يعني. طيب هنكمل كلامنا مع نجومنا ولكن خلينا نروح لاحد النجوم الكبار اللي كنت بتفرج عليهم بقى زمان يعني ورئيس جهاز الكره رئيس جهاز الهاندبول في النادي الاهلي كابتن ياسر لبيب. ازيك كابتن ياسر والف الف مبروك. حبيب الله يبارك فيك. اخبارك ايه يا كابتننا؟ كله تمام والحمد لله على السلامه. والله كله زي الله يسلمك حبيبي ربنا يخليك. سفريه صعبه ولكن في النهايه يعني بطوله قدرنا نجيبها بعد يعني سنين كتير للنادي الاهلي. 6 سنين او 6 سنين للنادي الاهلي بتعود هذه البطوله بعد سفرية فمهما كانت الصعوبة أعتقد في النهاية الأمور مريحة جدا يعني. أكيد طبعا بس أنا يعني أحب أقول حاجة قبل ما اتفضل يا كابتن. خشك البطولة يعني أنا بصراحة فخور جدا بوجودي مع المجموعة دي سواء جهاز العمل الإداري أو الفني أو اللاعبين. صراحة مجموعة يعني تستحق إن هي توصل لأبعد مدى من الانتصارات والإنجازات وان شاء الله نحقق الانجازات اللي فاتتنا الفترات اللي فاتت دي باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. اتفضل. طبعا البطوله يعني الاجواء بتاعت البطوله كانت صعبه سواء على الرجال او الستات. لكن الحمد لله يعني احنا راضيين طبعا عن اللي احنا وصلنا له. بالنسبه للرجال انجاز كان غايب عندنا بقاله 6 سنين بطوله افريقيا. دي طبعا يعني انجاز يحسب للمجموعه دي الموجوده. ودي بدايه الانجازات ان شاء الله السنه دي يعني دي اول انجاز السنه دي وان شاء الله مستمرين في تعيين الانجازات. واللعيبه كلها يمكن دي بنتكلم معاهم بعد المباراه ان احنا خلاص انتهت البطوله ديت والحمد لله وكسبنا نفرح الفتره ديت وراجعين ورانا شغل ثاني عندنا بطوله الدوري وعندنا كاس السوبر جلوب وعندنا السوبر المصري في الامارات وبعد كده بطوله افريقيا في الجزائر والسوبر الافريقي وبعد كده ونكمل بقى بعد كده يعني بقيه المواسم والبطولات المتتاليه يعني. طبعا اتمنى انه نعم بقول لحضرتك وصلتوا امبارح الصبح لعبتوا ماتش النهارده على طول بالظبط. بالظبط ودي يعني ده خلاص احنا يعني هم اللعيبه محترفين وكل واحد عارف دوره وعارف واجباته ايه. فالحمد لله يعني انا بقول لك يا كابتن اسلام مجموعه فعلا يعني تحب تتعايش معاها. مين اكتر واحد بيتعبك فيهم المجموعه اللي معانا؟ طب يا كابتن محمد مجدي يا كابتن والنبي يعني كلهم ناس ملتزمه جدا. تشوفهم نظامهم على سواء في الاكل سواء في التحرك للمباريات الفيديوهات اليوميه اللي بيتعايشوا معاها. ده لازم عند كل ماتش او كل تمرين عندهم ساعه فيديو ساعه حديث ساعه تمرين او ساعتين التمرين. فبصراحه بتعيش اجواء احترافيه يعني الواحد ما عاشهاش. كنا نتمنى واحنا لعيبه ان احنا نعيش الاجواء دي. انت كنت لعيبه جامده برضو يا كابتن ما تقولش على نفسك كده. انت كنت لعيبه انا بحب كنت بحب اتفرج عليكم يعني. الدنيا متغيره. طبعا 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 الدنيا اتغيرت كتير. اتغيرت كتير فعلا. اعتقد دعم مجلس اداره النادي الاهلي لكل ما يريده. انا لسه كنت بتكلم مع الشباب على هذا الامر انه عندما تكون الاداره محترفه يجب ان يكون الفريق او يجب ان يفوز الفريق بكل البطولات. ده اكيد. لا جدال فيها. احنا الفرقه دي سواء على مستوى الرجال او السيدات بنلاقي دعم كبير جدا من الاداره. والناس ما بتتاخرش عننا في اي حاجه تطلب في حدود المعقول طبعا. وعلى هذا الاساس بتلاقي كل الناس يعني ماشيه كل واحد ملتزم عارف واجباته ايه؟ عارف دوره ايه؟ فده سر نجاح الرجال، احنا بنحاول نطبق الكلام ده كمان مع السيدات ولكن عشان توصل لهم الثقافه اللي هي اللي بتطبق دلوقتي في الرجال محتاجين وقت. لكن احنا لن نيأس ان شاء الله بالبنات دول وبدعم الاداره هنوصل لابعد مدى وان شاء الله هننافس على افريقيا. هم البنات تحديدا عملوا مباراه رائعه الحقيقه مع بطل افريقيا اللي بقاله الفرقه اللي هي بريميرو اعتقد اللي كانت يعني اتغلبنا فرق واحد في وريمونتادا يعني في الشوط الثاني كانت ماتش رائع الحقيقه يعني. احنا البنات ينقصهم شغل بدني وشويه خبرات.
عشان نقدر ننافس على البطوله ديت، ودي ان شاء الله نشتغل عليها في الفتره اللي جايه، ربنا يسهل ان شاء الله. لا انا اعتقد ان انتوا هتعرفوا توصلوا يا كابتن للتوليفه يعني ان شاء الله. اعتقد يعني يكون حضرتك رئيس للجهاز ويكون الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، فبالتالي انا بشوف ان اليد تحديدا يعني ياسر لبيب اسم كبير جدا، خالد العوضي اسم كبير جدا في عالم كره اليد، فبالتالي لما نيجي نتكلم لا يعني تقدروا تعملوا ان شاء الله ده زادت يعني التناغم والانسجام واللي داير بين المجموعه كلها، سواء على يعني خالد كمدير نشاط رياضي وانا كرئيس جهاز والمجموعه الاداريه هاني ومحمد ابو زيد وتحت في قطاع الناشئين. المجموعه ديت تحس ان في بينهم انسجام حتى لو في اختلاف في الاراء في بعض الاحيان، طبيعي لكن في الاخر بندور على المصالح العام وبنحاول نطبقه. هو ده سر نجاح المنظومه دلوقتي. ديفيد ديفيز ودوره الحقيقه مع الفرقه، لسه كنت بتكلم فمحمد مجدي حتى حكى لي قصه كده حصلت ان هو بيعرف يفرق كويس جدا جدا ما بين الملعب وبره الملعب يا كابتن ياسر. جدا. جدا الى اقصى درجه ممكن تتخيلها. حتى لو حصل خلاف نقطه معينه في الشغل فهو في اطار الشغل. ملوش دعوه بالعلاقات الخارجيه او ولمصلحه الشغل كمان طبعا. بالظبط. بالظبط. لا يعني شخصيه جميله وفعلا احنا بنتعلم منه حاجات كتير. يعني هو حتى ما بنتكلم لما كنت بتكلم معاه في قطاعات الناشئين والكلام ده كله، وازاي قال لي احنا محتاجين ننقل الثقافه ديت للقطاعات اللي تحت. يبقى الهاندبول قطاع الهاندبول كله عنده نفس الثقافه اللي احنا بنتعامل بيها في الدرجه الاولى. فدي برضو يعني شيء ما هوش سهل. لا طبعا محتاج جهد كبير طبعا، وان شاء الله احنا بننسقه معاه بحيث ان احنا نعمل ورش عمل لتطوير القطاعات والجهاز التدريبي والاداري والكلام ده كله ان شاء الله. يعني كابتن ياسر اخيرا السوبر جلوب، عندنا 3-4 ماتشات في الدوري وبعد كده السوبر جلوب، كيف يستعد النادي الاهلي لهذه البطوله خصوصا في ظل مجموعه اعتقد ان هي يعني برشلونه احنا كنا لسه بنلعبه خسرنا فرق 4 وكانت برضه ريمونتادا من وجهه نظري في الشوط الثاني وكنا زيعينها هنا على شاشه قناه الاهلي. النور فرقه النور السعودي فريق قوي جدا برضه وعامل تدعيمات قويه جدا، شايف البطوله دي ازاي في ظل ان النادي الاهلي يا كابتن ياسر دايما مهما كان اسم البطوله اللي احنا داخلينها دايما بنسعى ان احنا نفوز. ده اكيد طبعا احنا هنلاقي فرق كتيره، فرق برشلونه وفرق بطل اوروبا وبيضم عناصر كلها منتخبات العالم، يعني باكين منتخب فرنسا من احسن باكات في العالم، سنتر هاف نفس القصه، كل مركز هتلاقي واحد من فرقه يعني او من منتخب من المنتخبات المصنفين عالميا، فانت بتلعب يعني فعلا منتخب تقيل، فرقه تقيله. منتخب العالم. تقريبا يعني. لكن الملعب بقى يعني ظروف الملعب ما حدش عارف، طبعا لو احنا بنتكلم على الورق فرقه تقيله جدا مصنفه عالميا كلهم لعيبه من الكاتيجوري ايه، ولكن الملعب ممكن الامور تتغير زي ما احنا شفنا كده في نهايه الماتش. المباراة بتاعت برشلونة الفرقة عملت عودة للمباراة عندما كان الفرق 8 و9 محتاجين التوفيق بقى ومجهود اللعيب ان شاء الله. كابتن ياسر انا مش شيء مستحيل يعني لا 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 يوجد مستحيل مع النادي الاهلي، عمرنا ما بنفكر بهذا الشكل، ولكن في النهايه كابتن ياسر انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله وان شاء الله نجيبك يعني تبقى حضرتك معانا في اخر السنه وبطولات كثيره جدا جدا لفريق كره اليد ومجهود كبير جدا للكابتن ياسر لبيب الحقيقه رئيس جهاز الهاندبول في النادي الاهلي الحقيقه، وواحد من اعتقد كابتن ياسر يا مجدي من الناس اللي كل عائله الاهلي او عائله الهاندبول بتحبه. طبعا كابتن ياسر الناس بتحبه ومن هو لعيب ايوه لحد ما هو بقى مدرب دلوقتي رئيس الجهاز، الناس كلها بتحبه، احنا بنحبه كلعيبه، فهو لا بصراحة محترم. علاقتكم بإيه يا جدو؟ يعني كابتن ياسر برضو
من الجيل اللي ممكن ما اعرفش انتوا اتفرجتوا عليه ولا لا، ولا لكن كابتن ياسر من الجيل اللي هو نجوم الكبار الاساطير في الهاندبول. طبعا كابتن بيبو بالظبط، بيبو الهاندبول. لا بجد اتعاملت مع كابتن ياسر وبصراحه يعني كان بيتعامل معايا يعني كانه اخويا الكبير او زي بابا يعني بصراحه. لا هو بيتعامل معانا بكل حب واحترام وكل حاجه بصراحه، يعني ما بيأثرش في اي حاجه. محمد الكابتن ياسر برضو خليه عشان يبقى انتوا الثلاثه اتكلمتوا عنه، كابتن ياسر يعني كيف تتعامل بما انك من الكبار مع الفريق، انت كيف تتعامل مع هذا النجم الكبير لما تعوز حاجه بتروح له بتعمل ايه؟ لا كابتن ياسر طبعا شخصيه محترمه جدا وهو اللعيبه بتحترمه جدا، هو بروفيشنال جدا في شغله. هو النواحي الاداريه كرئيس جهاز وكده بيقوم بيها على اكمل وجه. مستر ديفيد هو اللي ماسك جزء الهاندبول طبعا الفني، طبعاً. مفيش اي حد بيتدخل في عمل حد، وده عمل مؤسسي في النادي الاهلي، فهو كابتن ياسر بيبقى موجود معانا فتره. هتطلع مدرب كويس على فكره، مش بهزر. ممكن مدرب حراس بقى. لا ما خلي بالك يعني انت عارف مره عصام الحضري واحنا كنا بنتكلم قال لي انا مش عايز يعني قبل طبعا واحنا بنلعب يعني قال لي انا مش عايز اطلع مدرب حراس مرمى. قلت له قال لي مدرب عام مثلا او عايز ابقى مدرب حراس. مدرب حراس بالظبط. لا هو طبعا كابتن ياسر يعني شخصيه محترمه جدا وهو بيبقى موجود معانا فترات كبيره يعني وعلى طول بيتابع الفرقه يعني بشكل طيب. مستمر. السوبر جلوب بتفكر ازاي؟ انت اول مره هتلعب اعتقد في السوبر جلوب، بتفكر ازاي؟ هو يعني بصراحه برشلونه والنور والعالم كله بيكون بيتفرج تقريبا، كل اللي بيهمه كره اليد بيكون بيتفرج على هذه البطوله. طبعا البطوله دي حلم لاي حد يلعبها بجد والله، يعني سوبر جلوب اي حد نفسه يلعب كاس عالم انديه. بس احنا دلوقتي عندنا الدوري مركزين فيه طبعا، لما يجي وقته سوبر جلوب انت حلم من وانا صغير بحلم ان انا اروح العبها، والحمد لله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونروحها. هتقابل برشلونه بس احنا قابلناها، فالرهبه مش هتبقى قوي، هي الرهبه بس هتبقى اللي انت زي الماتش الودي طبعا. بس هو فكره سوبر جلوب رعب برضه بصراحه يعني. طبعا كاس عالم انديه اول كاس عالم انديه العبه، ف هتبقى خايف بس دافع طبعا ان انت تعمل اللي عليك واكتر من اللي عليك كمان، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. انت عارف يا جدو 90% 99% اول ماتش تلعبه برضه او اول كاس عالم صح؟ هتلاقي الجمهور في السعوديه يعني اكتر جمهور هو جمهور الاهلي. انا كنت يعني كاس عالم الانديه اللي فات اصلا يعني كنت المفروض ان انا كنت ممكن اروح مع الفريق. انا بعد ما رجعت من افريقيا كنت هنا برضو مع كابتن هيثم وقال لي ايه اللي نفسك فيه، فقلت له نفسي ان انا ابقى مع الفريق الاول والعب افريقيا وكاس عالم الانديه. فالحمد لله يعني الخطوه الاولى اتحققت ولعبت افريقيا الحمد لله وخدنا افريقيا، وهو يعني كاس عالم الانديه جاي وان شاء الله نستمتع بيه ونعمل حاجه تشرف النادي وتشرف كل جمهور النادي الاهلي. كابتن محمد اعرف برضو رايك في وجود النادي الاهلي في هذه البطوله العالميه الكبيره. هو طبعا اي بطوله النادي الاهلي بيكون موجود فيها هو بيضيف للبطوله لجماهيريه البطوله وتسويقيا وكل حاجه، خصوصا ان هي في السعوديه، فاحنا السنه اللي فاتت كنا بنلعب برضه في السعوديه، الصاله كانت متقفله يعني بجمهور الاهلي وجايين من بلاد ثانيه غير السعوديه. صحيح. فطبعا اي بطوله الاهلي موجود فيها هي البطوله بتنجح بسبب وجود النادي الاهلي وبسبب وجود جماهير النادي الاهلي. صح. فده بيبقى الموضوع ليه طعم ثاني وطعم مختلف برضه يعني. في السوبر جلوب بالذات في السعوديه لا الموضوع بيبقى الناس بيبقى عندها شغف كبير قوي ان هي تشوف النادي الاهلي، وبتكون موجوده طبعا ناس في غربه وفي بلد ثانيه ما بيصدقوا ان النادي الاهلي يجي لهم عندهم، فدي بتبقى حاجه كبيره قوي بالنسبه لهم. احنا بنتبسط قوي بالاجواء هناك بصراحه يعني. الاجواء بتبقى مختلفه. الاجواء بتبقى حلوه قوي يعني. السنه اللي فاتت الموضوع كان مختلف جدا بصراحه يعني. الحقيقه يعني شرفتونا ونورتونا وسعداء جدا بوجودكم معانا يعني. طبعا هيقوموا يقفوا دلوقتي وهتشوفهم فهتبقى الموضوع صعب جدا، ولكن في النهايه احنا بس كان عندهم ماتش النهارده وجبناهم بالعافيه والله يا جماعه، لكن يعني وجودهم الحقيقه بالنسبه لنا النهارده كان ممتع للغايه، ان انا بتشوف نجوم كبار في النادي الاهلي، هم صغيرين في السن ولكن كبار الحقيقه في عدد البطولات اللي خدوها، في التفكير زي ما حضراتكم شايفين في طريقه الكلام حاجه محترمه جدا جدا. ان شاء الله دايما يبسطونا خلال الفتره الجايه. انا بشكرك جدا يا محمد، وان شاء الله تيجوا معانا اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه في بطولات اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. عايز تقول حاجه للجمهور؟ اتفضل. لا احنا عايزينهم بس يبقوا في ضهرنا الفتره الجايه عشان عندنا اسبوع تقيل، الاسبوع الجاي عندنا بانكو سبورتنج، فمن قتل فرقتين برضه في مصر تقال، فاحنا عايزينهم يبقوا في ضهرنا كالعاده وربنا يكرمنا ان شاء الله. جدو ولا حاجه برضه شرفت بحضرتك بس
ان انا كنت مع حضرتك. وتاني حاجه احب طبعا يعني اشكر كل الجهاز على دعمه لينا، واشكر كابتن ابراهيم المصري طبعا يعني الاسطوره بتاعتنا طبعا المثل الاعلى. وبصراحه يعني ان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونفرح كل جمهور الاهلي. كابتن محمد طبعا بهدي بطوله افريقيا دي للجمهور الاهلي اللي انا واحد منهم اصلا يعني من وانا صغير يعني انا ايام لفيت ورا الفرقه اصلا في كل الاستادات بالظبط يعني فهم كانوا في ظهر الفرقه في اصعب فترات الفرقه في السنين اللي فاتت، هم لسه مكملين دعمهم لينا وهم دايما ان شاء الله في ظهرنا واحنا بنعمل كل حاجه عشان نساعدهم يعني ان شاء الله. بتتابعوا السله طبعا عاملين برضه انجازات كبيره جدا ان شاء الله ربنا يكرم يوم الاربعاء ونستطيع ان نصل الى المباراه النهائيه ونفوز بهذه البطوله. انا بشكركم جدا شرفتونا ونورتونا، سعداء جدا بوجودكم معانا النهارده وان شاء الله احتفالات كثيره خلال الايام القادمه ان شاء الله. بشكركم جدا حقكم المرد حقف عشان لما يقفوا هتعرفوا الفرق اللي انا فيه، هتعرفوا انا عامل ازاي. شكرا يا محمد، الف مبروك. شكرا يا محمد، ربنا يخليك يا جدع. متشكرين، ادي حضراتكم شفت اهو انا كنت عامل ازاي في وسط الشباب. متشكرين جدا شرفتونا ونورتونا وسعداء بيكم. بشكركم شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هيبقى معانا النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. هنروح بقى للكوره شويه وهنتكلم عن الكوره بعد هذه الاحتفاليه البسيطه جدا. نطلع فاصل وبعد الفاصل كابتن امير عبد الحميد.